اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في برنامج اصحابي وصحباتي. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو الثانويه العامه والمعاناه اللي بنعيشها طول السنه، لان كل بيت بيبقى فيه ثانويه عامه دايما بيبقى فيه توتر وقلق وضغط كبير وتفاصيل كتير هنتكلم فيها النهارده. بس خليني الاول ارحب بزميلتي الدكتوره امل جمال. اهلا بيكي يا امل. اهلا بيك يا نرمين، واهلا بكم اعزائي المشاهدين. النهارده الحلقه الثالثه من برنامج اصحابي وصحباتي. في البدايه حابه اشكر كل جمهور اصحابي وصحباتي، شكرا جدا على كل الكومنتس اللي جات لنا على الفيسبوك، على الفان بيج بتاعت برنامج اصحابي وصحباتي، شكرا جدا على المكالمات الجميله اللي جات لنا من جوه مصر وبره مصر، ولكن لضيق الوقت ما قدرناش ان احنا ناخد اتصال الاعلاميه الجميله وسام اللي كلمتنا من المانيا ومن السعوديه ومن فلسطين، الاعلاميه والمذيعه الزميله الجميله ولاء البطاط. احنا موجودين معاكم النهارده وعشانكم، انتوا سبب سر نجاحنا، واكيد عايزين نقدم لكم كل ما هو جديد. تابعونا على الفان بيج بتاعت البرنامج، ايه الموضوعات اللي تحبوا ان احنا نتكلم فيها، ايه المقترحات اللي انتوا تحبوها، ويا رب دايما نكون مع بعض في السيزون ال20 من اصحابي وصحباتي. موضوع النهارده موضوع شائك جدا، هو الثانويه العامه او الكابوس اللي بيشغل كل اسره مصريه. كتير لقيت حالات من الحزن موجوده في الاسر المصريه عشان المجموعات القليله بتاعت اولادهم، ولكن عايزين نوصل رساله النهارده لكل اب وكل ام بيتفرجوا عليا. المفروض ان احنا نحتفل بانتهاء مرحله الثانويه العامه، احنا داخلين مرحله اعم واشمل، مرحله جديده اللي هي المرحله الجامعيه. نفرح يا جماعه، بلاش الحزن. بنسمع عن حالات انتحار وحاله نفسيه وحد زعلان ومتضايق والطلاب حاطين ايدهم على خدهم. افرحوا يا جماعه، انتوا ناجحين. اكيد الثانويه العامه كانت مرحله صعبه، وخصوصا بعد ضرب البلاد بجائحه كورونا المستجد، واكيد قضينا الامتحانات في فتره عصيبه، ولكن احنا داخلين على مرحله تانية اجمل واعم واشمل اللي هي المرحله الجامعيه. طبعا مش هننسى ان احنا نبارك لاوائل الثانويه العامه على الجمهوريه. اتفضلي. لازم نهني اوائل الثانويه العامه طبعا وتعبهم وتعب اهاليهم. معانا عندنا شعبه علمي علوم الطالب احمد سيد برعي بني سويف، والطالب احمد عبد الناصر محمد احمد اسيوط، والطالب احمد هشام عبد الباسط بني سويف، والطالب صلاح الدين صبحي موسى كامل البحيره. شعبه علمي رياضه عمر محمد عبد السميع الاليوبيه، عمر وائل يحيى القاهره، سهيله ايمن عبد الحكيم عبد الغني المنوفيه. شعبه ادبي علا احمد سعد ابراهيم المركز الاول المنفرده القليوبيه، حبيبه محمود محمد القاهره، دايموندا ايمن عوض الله القاهره، مدارس المكفوفين ساميه احمد عبد الرحمن القاهره الجيزه، مدارس الدمج الزهراء عبد الله احمد سوهاج، وما ننساش الثانوي الازهري الاولى على الجمهوريه الطالبه اماني عاطف عبد الرؤوف الشعراوي المنوفيه. وكمان مش هننسى ان احنا نقول مؤشرات التنسيق للمرحلة الثانوية العامة في 2020. الطب البشري هيقبل ان شاء الله السنة دي من 98%، كلية الصيدلة هتقبل من 98%، كلية الهندسة هتقبل من 94%، وكمان العلاج الطبيعي هيقبل من 97%. ومش عايزين ننسى يا جماعة ان احنا ننعي أسرة الطالب المتفوق الجميل خالد أحمد مبروك، طالب محافظة كفر الشيخ الذي توفاه الله أسرة حادث صدام سيارة. نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عن سيئاته ويلهم أهله وزويه الصبر والسلوان. أحمد كان من الطلبة المتفوقين دراسيا بشهادة أهله وجيرانه وأصدقائه وكمان أساتذته في المدارس. أحمد كان من الأوائل على الثانوية العامة، كان جايب 99%، كان من المتوقع دخوله كلية الطب، ولكن نسأل الله أن يرحمه ويغفر له. عايزين كمان نعرض معانا تقرير لبعض من الطلاب عن آراء الامتحانات، المناهج الدراسية، الدروس الخصوصية، تنسيق الجامعات. تعالوا معانا نشوف التقرير ونرجع تاني مع بعض. دلوقتي انت خلاص ثانوية عامة وفي انتظار التنسيق، انت ايه رأيك في حوار الثانوية العامة ككل، او كان ايه احساسك لما سمعت نتيجتك؟ لا هو كان احساس مش لذيذ شويه عشان جبت بس مجموع قليل. طب انت حاسس ان انت اتظلمت في درجاتك؟ يعني هو على حسب بقى، مش عارف، بس هو الواحد عمل اللي عليه وبس يعني، والباقي بتاع ربنا. لو ابنك مثلا جه وقال لك انا عايز اخش الثانويه العامه في الوقت ده، في ظل ان كمان انت امتحنت في وقت كورونا فشفت اصعب، فانت دلوقتي هتقول له، هتنصحه بايه مثلا؟ تقول له ايه؟
انصح ان هو بس يخلي باله من نفسه ويكون حريص جدا، ويكون اللي هو فاهم يحرص على نفسه ومذاكرته برضو. دلوقتي كنت في ثانويه عامه خلصت، انت استفدت ايه من مرحله الثانويه العامه ككل؟ انا كده اولا استفدت حاجات كتير. تمام. اول حاجه انا استفدت الصبر، ان انا اصبر على السنه اللي انا فيها، اصبر على حاجه اللي انا عاوزها. انا عاوز حاجه زي عاوز احقق حلمي، هصبر عليها حتى لو كان في عقبات زي كورونا، زي بتاع ده النظام التهويل والحاجات اللي بيخوفونا بيها نظام الثانويه العامه والناس كتير بتتكلم. لا، فاحنا المفروض المطلوب مني ان انا اصبر ويكون عندي اراده وعمل عشان احقق اللي انا عاوزه. تتكلم اللي هو ايه، الثانويه العامه محتاجه طالب صبور وطالب أيوة. عنده اراده يحقق حلمه، وما يخافش من كلام الناس والبتاع ده، الكلام الكتير اللي عاملينه. المناهج محتاجه تعديل ولا لا ولا ايه بالظبط؟ بص، في رايي انا المناهج طبعا محتاجه تعديل، بس التعديل يعني هو مناهج كويسه، نظام كويس بسيط. مثلا زي ايه؟ في يعني حاجات اللي هو محطوطه حشو زي في مواد كتيره محطوطه تكون متقسمه على 3 مستويات من الطلاب. يعني يكون في طالب مقبول متوسط مقبول، الاسئله تيجي في مستوى الـ3 مستويات. تعدي الطلاب. يعني نظام الثانويه العامه ناجح ولا فاشل؟ ما ينفعش اقول لك انه ناجح ولا فاشل، بس انا هقول لك فاشل. في هيقول لك ناجح، هي بتقاس على حاجه واحده من كلنا مشتركين فيها، ان كل النظام، اي نظام في العالم، بتقاس على الفايده بتاعته في المجتمع والفرد، معروفه كده. ايه رايك في الكتب اللي يعني الحاجات، المناهج اللي كنت بتدرسها، كانت كتب زي ما بيقولوا محشيه وخلاص ولا لا استفدت منها في حاجات؟ هو طبعا بالنسبه لنا كشعبه ادبي في حاجات كتير تبقى مليانه بقى حفظ الكتب ومذكرات والدروس كتير. بس هو السنه دي بالذات عشان اتلغنا شويه حاجات، اتلغنا حوالي بتاع 20% من المنهج، فكانت الدنيا اسهل شويه. طيب انت دلوقتي بقى بعد كل ده، شفت ان تجربه الثانويه العامه بقى ككل بتهولها اللي كان بيهوله ويقولوا الثانويه العامه بتاع، انت كدلوقتي بعد ما خلصت، لو في واحد جديد داخل، لو في طالب داخل ثالثه ثانوي، هتقول له ايه؟ هتهوله ولا هتقول له ايه بالظبط؟ هقول له ما تسمعش لاي حد يهوله. وبعد ما رجعنا من التقرير بتاع الطلاب، نفسي يا جماعه ان احنا نلغي من قاموسنا مفهوم كليات القمه. مفيش حاجه اسمها كليات القمه، كليه الطب زائد كليه الهندسه زي كليه الحقوق زي كليه التجاره زي كليه التربيه. نلغي يا جماعه من مفهومنا كليات القمه، كل الكليات منظومه واحده والتعليم منظوم واحد، بس مع اختيار القسم المناسب، مع الدورات التدريبيه، مع الالتحاق بالمكان اللي انا شايف قدراتي تنفع فيه. بمعنى على مجال الاعلام 80% من الاعلاميين اللي موجودين على مستوى مصر وعلى مستوى الوطن العربي مش خريجين اعلام. ابني لما يدخل كليه اقتصاد وعلوم سياسيه مش تاني يوم التخرج هيبقى سفير، لا خالص. بنشوف طلاب كتير جدا خارجين كليات وبيشتغلوا في مجالات تانيه خالص. المناهج الدراسيه زي ما احنا شفنا في التقرير محتاجه ان هي تتعدل. بالنسبه للدروس الخصوصيه، دي مشكله كبيره بتاثر على الاهالي وبنواجهها في كل اسره عندها ابناء بياخدوا دروس خصوصيه. نقدر نقول ان سبب انتشارها مرتبات المدرسين البسيطه، مفيش رقابه في المدارس، مفيش قانون رادع، وخوف اولياء الامور ان هم لازم الطلبه او ابنائهم يجيبوا اعلى الدرجات، فعشان كده انتشرت الدروس الخصوصيه. وعندنا حاجه تانية بنتكلم فيها بالنسبه للدروس الخصوصيه، ان هي مش المسؤوليه ما بتقعش بس على دور حد واحد، احنا عندنا مسؤوليه انتشارها وحلها على الطالب، على المدرس وعلى المدرسه. على الطالب لازم يروح المدرسه وما يغيبش، ولازم يهتم بدروسه، ولازم يبلغ المدرسه عن اي مدرس بيدي دروس خصوصيه. دلوقتي كمان يا نرمين عندك نظام التابلت في اولى وثانيه وثالثه ثانوي ما بيروحوش المدارس وعلى طول شغالين تعليم اونلاين، فبالتالي فريق الاعداد لما نزلنا الشارع واتكلمنا مع الناس لقينا بعض المدرسين ليهم يعني 4 سكرتاريه. ليه انا كمدرس كم للمعلم وفي التبجيله كاد المعلم ان يكون رسولا، انا مدرس ليه يبقى عندي 4 سكرتاريه؟ ليه واخدين مهنه التدريس المهنه الساميه الجميله كتجاره؟ ليه؟ انا عايزه حد بس يتكلم معايا ويناقشني. فين روح المدرسه؟ ان انا كنا بنروح زمان المدرسه ومعانا الكتب بتاعتنا ومعانا كشاكلنا وادواتنا، بنروح بنذاكر وبناخد دروسنا في المدرسه، كنا بنتعلم في المدرسه. فين دور المدارس؟ ما فين دور التعليم؟ احنا النهارده بنتكلم على حل المشكله، ان انا في دور طالب وفي دور مدرسه تبلغ اداره التعليم ان في مدرس بيدي دروس خصوصيه. ما هو لاغي المدرسه لحد دلوقتي، نظام التعليم الاونلاين لسه ما اتطبقش. لكن دور المدرسة أنها توعي الطلبة بأضرار الدروس الخصوصية، ودورها إبلاغ إدارة التعليم، ودورها أن احنا نخلي بالنا في اختياراتنا للمدرسين في كل مراحل التعليم.
نيجي النقطة تانية مهمة بالنسبة للدروس الخصوصية في ظل كورونا، نقدر نقول ان كورونا ساعدت كتير في اختفاء الدروس الخصوصية الفترة اللي فاتت، ولازم واجبنا احنا كمان كحكومة ان احنا نساعد المدرسين ازاي بزيادة مرتباتهم اقدر ارفع مستوى معيشته عشان ما يلجأش للدروس الخصوصية ومخالفة القانون. وطبعا بنحب ان احنا نقدم الشكر لوزير التربيه والتعليم لان كان في استعدادات كبيره جدا في المدارس، كانوا بيوفروا 33 مليون كمامه لكل طالب، الفصل الواحد ما كانش فيه زياده عن 13 طالب في قلب الفصل الدراسي، وكمان كان في عربيات اسعاف مجهزه خارج كل مدرسه. فاحنا هنحب ان احنا نشكر وزير التربيه والتعليم ان هو قدر يتعامل مع الموقف او جائحه كورونا اللي بتضرب البلاد وطبعا منها مصر عشان نوفر أفضل مكان أو نأدي الامتحانات بشكل مناسب وملائم لتداعيات البلد اللي احنا بقينا فيها. في حاجة كمان يا جماعة عايزين نتكلم فيها اللي هو التعليم الفني الصناعي. احنا ليه عاملين سبوت على الثانوية العامة؟ ليه الأهالي بيبقوا عايزين يدخلوا ولادهم ثانوية عامة؟ لا، على فكرة سيادة الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي قام بإنشاء العديد من المدارس التكنولوجية اللي بتقبل الحاصلين على الثانوية العامة، وكمان الفني الصناعي في وسنا وفي القاهرة الجديدة وفي بني سويف. الجامعة دي يا جماعة جامعة جميلة جدا تكنولوجية على غرار كلية الهندسة، العمل فيها 60% بتوفر فرص العمل كمان للطلاب من هم بيدرسوا، مش استنى لما ابني يتخرج علشان يدرس او عشان يشتغل، لا هو بيشتغل من وهو بيدرس. فدي نقطة حلوة جدا جدا جدا، وكمان بتوفر لي الدبلومات المهنية اللي هو اقدر اكمل بعد كده ماجستير المهني او الدكتوراه المهنية. جامعة جميلة جدا، شايفة ان هي نقلة وطفرة في التعليم في مصر من الجهات المعنية فيها، من الاداريين، عميد الجامعة. شايفة ان احنا يا ريت نقلل شوية من مفهوم كليات القمة او الثانوية العامة، خصوصا التكلفة الباهظة اللي لقيتها في الدروس الخصوصية. ليه انا اخد كارد من البنك عشان الدروس الخصوصية؟ في ناس اتكلمنا معاهم في الشارع المصري قالوا لنا سنويا 25,000 جنيه، ليه انا ادفع المبلغ ده في دروس خصوصية؟ في مجالات كتير قوي يا جماعة غير الثانوية العامة اقدر ادخل فيها جامعة واقدر ان انا الاقي نفسي في مجال العمل. معانا تقرير عن الجامعة التكنولوجية الجديدة، تعالوا نشوفه ونرجع تاني مع بعض، خليكم معانا. عايزة أضيف لكلام زميلتي الدكتورة أمل، نقلا على كلام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية والتعليم العالي، له منا كل التقدير والاحترام على مجهوداته، أن اللي هيتخرج من جامعات التكنولوجيا الحديثة هيشتغل تاني يوم، واللي عاوز يدور حاجة يتعلمها صح يقدر يشتغل في الحتة في أي حتة في العالم، يفكر في هذا النوع من أنواع التعليم التطبيقي لأنه هو مستقبله دلوقتي ومستقبله اللي جاي. عايز أضيف إلى جامعات التكنولوجيا الحديثة برضو في جامعة الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي، هي في جامعة كفر الشيخ ودي تاني سنة ليها على التوالي. وعايز أقول إن هي من أهم وأخطر الجامعات في بلدنا وفي الشرق الأوسط كله، وهمدكم بالمعلومات فيها علشان تستفادوا منها اكتر ونوضح تفاصيل عنها. هي كلية بتهتم بدراسة علوم الذكاء الاصطناعي وتعتبر الاولى في الشرق الاوسط، وكان تم انشائها على قرار رئيس مجلس الوزراء 871 لسنة 2019. مدة الدراسة فيها 4 سنوات، بيحصل الطالب على بكالوريوس في علوم الذكاء الاصطناعي. هتدرس فيها ايه؟ هتدرس فيها كل المجالات والتكنيكات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وفرصة عملها. العاملين في مجال تخصص الذكاء الاصطناعي عليهم الطلب في جميع أنحاء العالم،
وهم لسه بيدرسوا. وكمان يا نرمين الدراسة فيها عملي بنسبة 60% على غرار كلية الهندسة، كمان بتوفر فرص تعليمية ومنح دراسية بره مصر وخارج مصر، فبالتالي أنا الشغل موجود معايا، ومن وأنا بدرس بشتغل عملي بنسبة 60% أقدر إن أنا أكمل دراسات عليا في قلب الجامعة التكنولوجية. طبعا كل الشكر والاحترام والتقدير لوزير التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفار ومجهوداته الكبيرة اللي دايما بيعملها في سنة 2020 في ثلاث جامعات من الجامعات التكنولوجية الجديدة، مش بس في القاهرة الجديدة، ده في بني سويف وفي أوسنا، وفي من المقترح ان يبقى في مجموعه من الجامعات والكليات الاخرى اللي بتشمل التعليم الفني التجاري والصناعي، فبالتالي مش هيبقى انا كاب وكام مجبرين على دخول اولادنا الثانويه العامه. ونوفر شويه يا جماعه في قصه الضغط النفسي على اولادنا، يا جماعه فرحوا اولادكم، كفايه الضغط النفسي، افرحوا. ممكن بنتي تبقى دكتوره بس مش مرتاحه في مجالها، ممكن ابني يبقى مهندس ولكن معرض كل لحظة للخطر، ممكن ابني يجيب مجموع عالي 99% زي الطالب المتفوق اللي اتكلمنا عنه النهاردة، وتيجي عين الحسد يعني تاخده أو يتوفاه الله، فبالتالي مش هفرح بمجموع ابني العالي. لا، احنا نخرجهم ان يفرحهم ان انتوا تعديتوا مرحلة في ظروف البلد وفي ظروف نفسية وصحية سيئة للغاية، كنا في رمضان وكان في ضغط نفسي وكان في قلق. عايزة كمان أوجه رسالة لكل مدرس ومدرسة بيتفرجوا عليا، المدرس اللي بيتعامل مع المهنة كأنها رسالة سامية. أتذكر زمان وأنا صغيرة كان في مدرسين الطالب ما بتبقاش ظروفه المادية سامحة ان هو ياخد دروس خصوصية، كان المدرس بيقوله لا تعالى خد درس وانا من غير مقابل مادي من غير فلوس. فنفسي الحاجات والقيم والمبادئ الجميلة دي ترجع لنا تاني. نفسي المدرس يشرح في المدرسة زي ما بيشرح في الدروس الخصوصية او في السناتر. دي نقطة مهمة جدا حابة ان انا اوصلها النهاردة وصوتي يوصل للمسؤولين. زي ما وزير التربية والتعليم قال، أنا مش هجري وراء المدرسين في الشوارع، ولكن أنا ضد فكرة إلغاء السناتر، لأن كده يا معالي الوزير لو ألغيت السناتر أو الدروس الخصوصية فبالتالي الأهالي هتلجأ للبرايفت كورس أو الدروس الخصوصية اللي هو اللي فيه مدرس في البيت، فبالتالي العبء هيزيد على الأهالي. طب أنا كأب أو كأم عندي عدد من الأولاد، هكفيهم دروس منين ومصاريف مع العيشة الغالية اللي احنا عايشينها؟ فبالتالي هنزود العبء على الأهالي. رسالتنا النهاردة للأب والأم والطالب والطالبة وكل اللي بيتفرجوا على أصحابي وصحباتي، نخف يا جماعة العبء على الثانوية العامة، نخف العبء على أولادنا. أنا كتير بلاقي بنات قاعدين قدام كلية الإعلام وحاطين إيدهم على خدهم وبيعيطوا. طب ليه مش نهاية الدنيا؟ الثانوية العامة بكررها مش نهاية الدنيا، مش هي المصير. ربنا ما أرادش ان انا اخش الكليه اللي انا نفسي فيها، فاشوف مجموعي هيدخلني كليه ايه انجح في المجال ده، احضر فيه دراسات عليا، اخد كورسات، انمي مهاراتي، اشوف ربنا هيكرمني لايه. واكيد طبعا اختيارات ربنا بتبقى افضل لينا بكثير من اختياراتنا، هنعرف ده بعدين في المستقبل. في ناس كتير دخلت مجالات وما كانتش بتحب المجال ده او الكليه دي، ولكن تفوقت فيها ونجحت فيها وثبتت جدارتها وكفاءتها. عايزه اقول كمان يا نرمين، عندك في الثانويه العامه في مصر كتير ما بتبقاش واخده حيز، اللي هو المشكله ان انت جبت 60% او 70%، بتبقى منافسه اللي هو اللي هيجيب اكتر كده يبقى شاطر اكتر. احنا بس عاوزين نغير المفاهيم عند الاهالي والطلبه، ان مبقاش فعلا في كليات اسمها كليات القمه، وان الطالب اللي هيكون له شخصيه قويه هو الطالب اللي هيقدر يتغلب على تقاليد المجتمع وما يهتمش بكلام الناس، هو الطالب اللي هيجيب مجموع يؤهله انه يدخل كليات ما تسمى بكليات القمة، لكن هو هيدخل ما يناسب طموحه ما يناسب ميوله. في مهندسين ودكاترة كتير لم يشفع لهم مجموعهم، بمعنى ان انا مش معنى ان ابني زي ما الدكتورة امل قالت انه جاب 99% فانا ادخله طب عشان يبقى الدكتور راح الدكتور جه، لا ده مش صح. احنا العالم كله اتغير، في مواقع التواصل الاجتماعي، في عصر مفهوش ما كانش فيه ثورة معلومات قبل كده، وانتشارها ده طلع علوم جديدة. أنا عايزة أوصل لأهالينا المفاهيم دي اتغيرت، وإن كليات القمة هي الكلية اللي بيطلبها السوق ويقدر يوفر لهم فرصة عمل سريعة لخريجيها.
وكمان عايزين نضيف نقطة للأهالي اللي بتتفرج علينا. يا جماعة الثانوية العامة ليها رونقها وليها تاريخها من واحنا صغيرين، واحنا بنحلم ان احنا نجيب مجموع عالي عشان نخش كلية الطب او كلية الهندسة او كلية الإعلام او اي حاجة، ولكن ظروفنا او الامكانيات اللي احنا فيها حطتنا في مكان معين، فبالتالي نبدأ نتعامل مع المكان ده، نبدأ ان احنا نبقى عارفين ان ده اكيد خير لينا. بلاش الحالات النفسية السيئة للطلاب، بلاش اشوف نظرات الحزن والأسى والحسرة على العديد من الطلاب الثانوية العامة في الشوارع سواء كان طالبة أو طالب. موضوع الثانوية العامة عايزة أعرف، هل من وزير التربية والتعليم، أنا بناقش حضرتك يا معالي الوزير، الدراسة بالفعل هتكون 17 أكتوبر ولا هيحصل فيه تعديلات جديدة؟ هل نظام التابلت هيستمر أولى ثانوي وتانية ثانوي وتالتة ثانوي ولا هيبقى فيه تعديلات؟ في بعض الأقاويل معالي الوزير بتقول إن حضرتك هتخلي الدراسة كلها أونلاين، طب هل ده هيتماشى مع الأسر المصرية؟ هل الطالب هيعرف يستخدم التابلت بالشكل اللائق؟ هل الكتاب هيتلغي، الكتاب والورق اللي اتعودنا ان احنا نجيبه ونذاكر منه ونلخص ونعمل نفسنا سؤال واجابه، هل الكتاب هيتلغي؟ كل دي تصاريح وكل دي كلام احنا محتاجين من حضرتك تطلع لنا، وفي وعود من حضرتك احنا سمعناها ان في اول شهر 9 حضرتك هتقول لنا النظام ككل لنظام الثانويه العامه لعام 2020 و2021، ولكن بنامل ان حضرتك تاخذ النقاط اللي اتكلمنا عليها النهارده بعين الاعتبار، نخف الضغط على الاهالي ونخف الضغط كمان على المدرسين، نبدا ان احنا نواكب البره ونواكب اوروبا ونواكب امريكا، ولكن بالشكل اللي يليق بينا، يليق بامكانياتنا، يليق بمستوانا المادي والفكري وعقيدنا اللي بقالنا سنين متابعينها. ومن هنا اصحابي وصحباتي انتهت حلقتنا، يا رب الحلقه تكون عجبت حضراتكم، ويا رب موضوع الحلقه النهارده يكون عجب حضراتكم. مستنيين تعليقاتكم ومقترحاتكم والموضوعات اللي تحبوا ان احنا نتكلم فيها على الفان بيج بتاعه البرنامج اصحابي وصحباتي على الفيسبوك. استنونا في حلقات تانية جديده وجميله وموضوعات مختلفه. الى اللقاء، دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.